العماره دي مقفوله من السبعينات من زمان، ويقول واخد بالك انت كانت موضوع جماعه ورثه اختلفوا مع بعض وكده، وبدا يحصل بينهم مشاكل. وبعد كده بدا بقى يعني يجي مثلا حراس يقعدوا يلاقي واحد مقتول يجوا مش عارف ايه. وبعد كده مثلا جه بعد كده حبوا ياجروها، فكان جه عريس وعروسه دخلوا فيها برضه ونزلوا بالليل بيجروا زي ما هم. وفي ناس مثلا برضه قبل كده وقعوا من فوق، فكان فيها حتى احنا كنا نيجي نعدي مثلا في الشارع كنا نخاف ونجري لوحدنا، جاي تلاقي شعرك واقف وتجري لوحدك كده. حضرتك يا حاج قلت ان كانوا بتسمعوا صوت طبل و كنا بنسمع كنا بنسمع حقيقة صوت طبل وبتاع. حتى يمكن قريب بس اللي جنب الغفير ده اللي قاعد حتى بينام بره في الشارع يعني قريب من هناك، لكن هي على الورق زي ما هي نوم ما حدش بيخشها خالص يعني؟ لا لا كان زمان بيخش الشارع عادي وهو بتشرب وبتاع والكلام ده، بس ده ما بيعرفوش يعني برضه. بتاع العمارة اللي هنا جاية اللي أنا أسمع من زمان كان في عروسة وعريس كانوا متجوزين هنا في ليلة الأخرى، اللي حصل وقعوا نزلوا مط من العمارة والعفش كان بيقع. تمام. فحضرتك صاحبة عاوزة الشقة الواحد اللي هو يجيب سكان ليها. طب دلوقتي حاليا كده مفيش حد بيسكن فيها؟ لا مفيش حد. طب ايه اللي ساكن دلوقتي مكانها كده؟ اللي مكانها اللي هو قاعد ده بتاع الجراج. تمام. العماره فوق يعني مين اللي قاعد فيها جوه دلوقتي حاليا؟ احنا في حمام. لكن هي مقفوله. هي مقفوله. مقفوله بقى لها قد ايه كده؟ بقى لها قد ايه؟ بقى لها سنين، بقى لها بتاع حوالي 15 سنه 20 سنه وانا صغير.